السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع منهج الترم الثاني. وشكل ما تعودنا في الترم الأول إن إحنا إن شاء الله بنشرح الجرامر بتاع كل وحدة وكمان بنطبق عليها من تمارين الكتب الخارجية. وشكل ما شفنا الترم اللي فات إن إحنا كنا بنطبق من كتاب جيم وكتاب المعاصر، وطبعا لأن في ناس طلبت مني إن إحنا إن شاء الله نستخدم بيت باي بيت الترم ده، فإن شاء الله هنزود ونحل تمارين بيت باي بيت كمان، يعني هنطبق من ثلاث كتب إن شاء الله. طبعا شكل ما شفنا في الترم الأول إن كل وحدة تقريبا كان بيبقى فيها موضوع جرامر واحد، وساعات كان بيبقى فيه مواضيع بسيطة كده ممكن برضو كنا بنتكلم فيها وكمان بناخد عليها تمارين. فتعالوا كده نبدأ منهجنا في الترم الثاني إن شاء الله بجرامر الوحدة العشرة، واللي بيكلم لي عن الفورمز اوف فيوتشر، يعني أشكال زمن المستقبل. بس قبل ما نبتدي صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يلا بينا. طبعا انا لما اذكر زمن المستقبل قدام اي طالب على طول بيقول لي ان هو will زائد المصدر، او دايما اللي موجود في ذهن الطالب هو will زائد المصدر. لكن بعد ما هناخد درس النهارده لازم اعرف ان مش كل مستقبل هيبقى will plus infinitive، يعني will زائد المصدر. ليه؟ لان النهارده ان شاء الله هناخد اشكال تانية لزمن المستقبل. الاشكال دي هي will plus infinitive will زائد المصدر، going to plus infinitive يعني going to زائد المصدر، وهناخد كمان ال present continuous يعني زمن المضارع المستمر اللي برضو هيعبر لي عن المستقبل، وكمان ال present simple اللي هيعبر لي عن المستقبل. فاذا احنا هناخد النهارده 4 forms for the future، هناخد اربع اشكال لزمن المستقبل. وطالما هناخد اربع اشكال لزمن المستقبل يبقى ما تستعجلش، واول ما تشوف اي علامه من علامات المستقبل تروح وتجيب ويل، لا لازم اركز شويه واشوف الجمله بتعبر لي عن ايه، واللي بناء عليه هختار اي شكل من الاربعه. تعال نبدا باول شكل معانا النهارده وهو ويل بلس الانفينيتيف، يعني ويل زائد المصدر. طبعا مهم جدا ان انا اعرف استخدام كل شكل من الاشكال دي عشان اعرف اميزه في الاختيار. طبعا لما بنبتدي بويل زائد المصدر ونشوف اول استخدام ليها هلاقي ان هي expresses fact، وفاكت بمعنى حقيقه. هتقول لي يا مصر ازاي مش حقيقه دي يعني present simple مضارع بسيط؟ هقول لك لا، في فرق بسيط. الحقيقه بتاعت المضارع البسيط كانت موجوده زمان وموجوده دلوقتي وهتبقى موجوده في المستقبل، اما حقيقه المستقبل فهي حاجه من المؤكد انها هتحصل في المستقبل لكن مش موجوده دلوقتي ولا كانت موجوده زمان. وعشان الخص لك هو دايما بيجيبها في الايجز يعني في الاعمار. فلما يجي يقول لي next month يعني الشهر الجاي يقول لي I will or I'm going to، ويديني بره الاقواس B15، يعني الشهر اللي جاي هيكون عندي 15 سنة، يا ترى هقول will ولا I'm going to؟ هقول لا، هنا هجيب will plus infinitive. ليه؟ لان الاعمار تعتبر من الحقائق، يعني الشهر الجاي كده كده هيكون عندي 15 سنة، فبالتالي اذا كنت بتكلم عن facts بجيب will plus infinitive. طبعا تاني حاجة بستخدم فيها will plus infinitive when I make predictions، يعني لما اعمل تنبؤات or expectations in the future، او توقعات في المستقبل. بس لاحظ without any evidence يعني بدون دليل، يعني اذا كنت بتوقع حاجة في المستقبل او بتنبأ بحاجة من المستقبل ولكن بدون وجود دليل فعلي، فبالتالي بجيب will plus infinitive. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي I think or I predict or I expect، قلنا دي الكلمات اللي ممكن اشوفها مع will. تاني think predict or expect، ويجي يقول لي it will or is going to rain tomorrow، يعني اعتقد ان الدنيا هتمطر بكره، وهنا ما ذكرليش اي دليل، فبالتالي لازم اختار هنا will plus infinitive، يعني لازم اقول will rain. تاني لازم اقول will rain. تالت حاجة بستخدم فيها will plus infinitive يعني will زائد المصدر when I make quick decisions. يعني ايه quick decisions يا مستر؟ قال لي يعني قرارات سريعة، يعني في حاجة حصلت فبالتالي خدت حيالها قرار سريع. For example على سبيل المثال انا مثلا ماشي في المحلات وشفت قميص جميل، فبقول I like this shirt، والله ده انا حابب القميص ده خالص. فجأة اقول بقى يا ترى I will buy it or I'm going to buy it؟ لا هقول I will buy it، يعني انا سوف اشتري. ليه؟ لان خدت القرار بمجرد ما شفت القميص. تاني خدت القرار بمجرد ما شفت القميص. مثال تاني يجي يقول المذر بتكلم الصن، فالمذر بتقول له ذا دور بيل از رينجينج، ده جرس الباب بايه؟ بيرن. فيجي الطفل او ابنها يقول لها
I will ولا I'm going to open it؟ أكيد حولها I'll open it. يعني إيه I'll open it؟ أنا هفتح الباب. ليه؟ لأنه خد القرار ساعة ما ماما قالت له. خلاص؟ يبقى إذا القرار هنا بقول عليه quick decision، يعني قرار سريع. طبعا رابع حاجة بستخدم فيها will plus الانفينتيف when I make offers، يعني لما أجي أعمل عروض أو لما أجي أعرض على شخص فعل شيء. For example، على سبيل المثال أنا شايف مثلا راجل عجوز، والراجل العجوز ده شايل شنطة تقيلة، فطبعا أنا عايز أعرض عليه إن أنا أشيل له الشنطة دي، فيا ترى هقول له I will carry or I'm going to carry this heavy bag for you. هقول لك لا، لازم أقول I'll carry this heavy bag for you. أنا هشيل لك الشنطة دي. ليه؟ أنا بعرض عليه إن أنا أشيل له الشنطة، وفي العرض لازم أجيب will plus an infinitive، يعني will زائد المصدر. وكمان بتستخدم will في request في الطلب، وهنا will بقى هتحل محل كان أو هتساوي كان أو could. يعني ممكن لما أجي أطلب من واحد حاجة أقول له will you help me؟ يعني will you help me؟ ممكن تساعدني. تاني will you help me؟ ممكن تساعدني. فبالتالي أنا استخدمت will هنا في الطلب. نمبر 6، رقم 6، انا بقدر استخدم will plus infinitive when I make promises او في البروميسز عموما، يعني في الوعود. يعني لما يجي شخص يدي وعود دايما بيستخدم will plus infinitive. يعني انا مقابل واحد قريب مثلا وبتكلم معاه، وبعدين هو عايزني ازوره، فاجعده فاقول له I promise I'll visit you. تاني I promise I'll visit you. فلما يجيب في الاختيارات يقول لي I promise I'm going to visit you ولا I promise I'll visit you، فلازم اقول له I promise I'll visit you. يبقى هنا طالما وعد فلازم اجيبه will plus infinitive. وهنا بقى ممكن تجي لي fear arrive بالمنظر ده، كلمة promise بالذات. يقول لي مثلا My father promised to buy me a new car. يعني بابا وعدني ان هو يشتري لي عربية جديدة، ويقول لي استعمل لي will. هشيل كلمة مين يا حبايبي؟ promised، وأقول my father will buy me a new car. تاني هقول my father will buy me a new car، يعني بابا هيشتري لي عربية جديدة. قالي number 7 بتستخدم كمان في threats، يعني في التهديدات. هنا threat in someone to do something، يعني لما اجي اهدد واحد ان انا افعل شيء اكيد بجيب will plus an infinitive. يعني مثلا لو بابا بيهددني ان هو يعاقبني لو انا ما جبتش درجة كويسة في الامتحان، فهيقول لي If you fail the exam، يعني لو انت فشلت في الامتحان I'll punish you. I'll punish you يعني انا هعاقبك. يبقى هنا بابا بيعمل ايه؟ ها بيهددني. تاني بابا بيعمل ايه؟ بيهددني. برضه بتيجي في الرايت بنفس المنظر، يعني يجي يقول لي Father threatened to punish me if I fail the exam، يعني بابا هددني ان هو يعاقبني لو انا فشلت في الامتحان. ويجي يقول لي استعمل لي مين يا حبايبي؟ يجي يقول لي استعمل لي will، فهقول father will punish me if I fail the exam. تاني father will punish me if I fail the exam. من الحاجات المهمة ان انا لازم اعرفها ان انا بستخدم فيها will plus infinitive اني لما اشوف كلمات بالمنظر ده موجودة في الجملة. يعني لو لقيت كلمات like definitely، like I'm sure، like probably، like perhaps، like I hope، وhope بمعنى يتمنى. قال لي لو شفت أي كلمة من الكلمات دي على طول برضو بجيب معاها will plus infinitive. يعني لما يجي يقول لي I hope، أنا بتمنى I'm going to ولا I will visit London، أتمنى إن أنا أزور لندن. قال لي على طول هنا طالما تمني وعايز في المستقبل، قال لي المستقبل هنا لازم يكون will plus infinitive، يعني will زائد المصدر. لما اجي اقول لك this book is interesting، يعني الكتاب ده شيق جدا، فاجي اقول لك I'm sure، يعني انا متاكد، ويقول لي you will ولا you're going to enjoy it، انا متاكد ان انت هتستمتع بيه. قال لي يا ترى طالما قلت متاكد هجيب going to ولا هجيب will؟ قال لي لا هجيب will plus an infinitive، فهقول I'm sure you will enjoy it. تعالى بقى في الشكل الثاني وهو going to plus an infinitive، يعني going to زائد المصدر. قال لي ان going to معناها سوف وبيجي وراها مصدر. طب لو جه وراها مكان؟ قال لي لا لا ملاش علاقه خالص بسوف، لان لو جه وراها مكان بيبقى معناها يذهب الى، ملاش علاقه بالمستقبل خالص، ودي بتبقى present continuous مضارع مستمر. احنا بنتكلم عن am is are going to plus an infinitive، يعني am is are going to اللي جه وراها مصدر ودي اللي معناها سوف، ودي كمان بتستخدم للتعبير عن المستقبل. طب امتى يا ترى بقى انا هستخدم going to وما اقدرش استخدم will؟ قال لي we use going to plus an infinitive when we have already decided or intended or planned to do something. يعني لما نكون خلاص قررنا او خططنا او نوينا ان احنا نعمل شيء. وبرضه هلاقي فيه الكلمات دي have decided، have planned، intend،
هلاقي الكلمات دي موجوده، فبالتالي انا بجيب going to زائد الانفينيتيف. يعني لما يجي يقول لي I will or I'm going to buy a car ويجي يقول لي بعدها it's my plan، دي خطتي، قال لي طالما قال لي بعدها دي خطتي يبقى لازم اقول I'm going to buy a car. تاني I'm going to buy a car يعني انا سوف اشتري سياره. لما يجي يقول لي هالا has decided that يعني هالا قررت ان، ويجي يقول لي she ويجي يقول لي يا ترى will ولا is going to play the match. هنا اقول له طالما جاب لي has decided have decided يبقى على طول هجيب له going to plus infinitive يعني going to زائد المصدر. وهنا بقى بلاقي الكلمة اللي بتجي لي كتير قوي في الرايت هي كلمة intend، وكلمة intend معناها ينوي. يعني لما يجي يقول لي منى intends to travel to أسوان، منى تنوي ان هي تسافر أسوان، ويجي يقول لي استعمل لي going، فأكيد عشان أحط going to يبقى لازم أشيل intend to، فهشيل intend to وأقول منى is going to travel to أسوان. تاني منى is going to travel to أسوان. لما احب يصعب شويه بيجيبها لي في صيغه سؤال، يعني يجي يقول لي do you intend to visit Cairo يعني هل انت بتنوي انك تزور القاهره. تاني do you intend to visit Cairo. طب ويحب يصعب اكتر يقول لك begin with are، يعني ما بيجيبش بقى يقول لي استعمل لي going، لان going هيعرف خلاص ان انا هسال سؤال بس في going to يعني هجيب امز وار، لكن هو يجي يقول لي استعمل لي are، فاذا عشان اجيب are يبقى لازم اجيب going to، فاقول are you going to visit Cairo. Are you going to visit Cairo؟ يعني هل انت هتزور يا حبيبي؟ هل انت هتزور القاهرة؟ يبقى عشان اجيب going to لازم اشيل intend to، وعشان اجيب intend to يبقى لازم اشيل going to. طب قال لي بقى الاستعمال التاني بتاع going to هو ايه؟ قال لي انا بستعمل going to او الاستعمال التاني بتاعها when I make prediction. يا مستر انت لسه قايل لي البريدكشن دلوقتي بيبقى will plus an infinitive يعني will زائد المصدر. هقول لك جميل، بس هناك كان without any evidence يعني كان بدون اي دليل، انما بقى going to البريدكشن بتاعها بيكون بإيفيدنس يعني بدليل، يعني في present reality يعني دليل حاضر مرئي على ان الشيء سوف يحدث الان. For example على سبيل المثال، وده مثال مشهور جدا بيقابلنا كتير، لما يجي يقول لي it's cloudy يعني it's cloudy الدنيا مغيمه، وبعد كده يقول لي it will rain يعني هتمطر ولا it's going to rain. هنا بقى اداني دليل، دليل مرئي انا شايفه بعينه واقع موجود قدامي ان الدنيا مغيمه، فهنا ما ينفعش اقول it will rain، لا لازم اقول it's going to rain. It's going to rain يعني الدنيا هتمطر. طب تعال نشوف مثال تاني، مثلا يجي يقول لي احمد is driving too fast، يعني احمد سايق بسرعه جدا، ويجي يقول لي يا ترى he will have an accident or he's going to have an accident. هقول لك لازم تقول هنا he's going to have an accident. ايه الدليل بتاعك ان الشيء هيحدث دلوقتي؟ قال لك ان he's driving too fast يعني سايق بسرعه اكتر من اللازم، يبقى ده شيء على وشك الحدوث الان والدليل موجود ان هو سايق بسرعه جدا. او يجيبها لي بالمنظر ده في الرايت يقول لي he's about. about يا حبايبي معناها على وشك. تاني about معناها على وشك، فيجي يقول لي he's about to fall. He's about to fall يعني على وشك انه يقع، ويقول لك استعمل لي going، يبقى كل الموضوع ان انا هشيل about واحط going، فاقول he's going to fall. تاني he's going to fall يعني هو سوف يقع. يبقى اذا انا بختار going to اذا كنت بتكلم عن نيه لعمل شيء او بتكلم عن شيء على وشك الحدوث بس بدليل. طيب تعال نشوف بقى الجزء الثالث او الشكل الثالث وهو present continuous يعني المضارع المستمر. قال لي المضارع المستمر يا حبايبي انا ما بستخدموش في المستقبل الا في حاله واحده. When I talk about something that we have already arranged to in the future. يعني شيء انا رتبت له فين يا حبايبي في المستقبل. ده الاستعمال الوحيد للمضارع المستمر، ان انا اكون بتكلم عن شيء تم الترتيب ليه في المستقبل، لازم يكون يا حبايبي تم الترتيب ليه. يا اما يصرح لي بان تم الترتيب ليه يا اما يجيبه لي بشكل مخفي انا اللي لازم اعرفه. For example على سبيل المثال لما اقول لك we will visit or we are visiting the zoo tomorrow وبعدين اقول لك we've booked the tickets يعني احنا حجزنا التذاكر. طبعا هنا الناس اول ما بتشوف tomorrow يا حبايبي على طول بتروح لمين؟ لول. طبعا هنا هقول له غلط. ليه هقول له غلط؟ هقول له لان هنا قال لي we've booked the tickets يعني احنا حجزنا التذاكر، يعني جاب لي شيء يقول لي ان احنا رتبنا للفعل ده،
وطالما جاب لي حاجة بيقول لي بيها ان احنا رتبنا للقيام بالشيء، قال لي لازم القيام بالشيء ده يبقى مضارع مستمر حتى لو في tomorrow، قال لي حتى لو في tomorrow. فبالتالي هنا لازم اقول we are visiting the zoo tomorrow. وهنا بقى هتلاقيه هو صرح لي ان هو تم الترتيب لفعل الشيء، او ان يجيبه لي بشكل مخفي يعني افهم انا ان هو رتب للشيء. بمعنى ايه؟ يقول لي احمد بيكلم سامي، فاحمد بيقول له What about playing football tomorrow؟ ايه رايك نلعب كوره بكره؟ فيقول له sorry انا اسف والله. ويقول لي I'll visit or I'm visiting my uncle tomorrow، يعني انا هزور عمي بكره. يا ترى هجيب will visit ولا I'm visiting؟ فالناس برضو بتشوف tomorrow فيقول لي will visit. هقول لك لا. ايه اللي يمنع سامي من ان هو يروح مع احمد بكره؟ ان هو يكون مرتب لعمل شيء تاني. خلاص، يبقى اللي يخليه يتاسف انه يكون مرتب لشيء اخر. فهنا بالتالي لازم اقول I'm visiting. ده يا حبيبي معناها ان عمه عارف ان هو هيزوره، فعشان كده لازم يعتذر. يبقى تاني البريزنت كونتينوس المضارع المستمر بستخدمه في المستقبل في حاله واحده لما اجي اتكلم عن احداث تم الترتيب ليها. طيب تعال نشوف بقى البريزنت سمبل وهو المضارع البسيط. امتى بستخدم البريزنت سمبل المضارع البسيط في زمن المستقبل؟ قال لي برضه في حاله واحده، قال لي when I talk about time tables، يعني لما اكون بتكلم عن جداول مواعيد ثابته. يعني حبايبي اي حاجه ماشيه على حسب جدول المواعيد، قال لي لازم الكلام يبقى مضارع بسيط حتى لو في اي علامه من علامات المستقبل. طب جداول المواعيد شكل ايه كده مصر؟ قال لي شكل الطيارات وشكل الاتوبيسات وشكل الافلام وشكل العروض وشكل المباريات. كل الحاجات دي بتبقى ماشيه على حسب جدول المواعيد، فبالتالي لازم اجيب مضارع بسيط حتى لو في اي علامه من علامات المستقبل. يعني لما اجي اقول لك our English lesson واجي اقول لك كده will start or starts at 7 tomorrow، هتبدا الساعه 7 بكره. هنا لازم اقول starts. يا مستر ده في كلمه tomorrow، هقول لك اصل الحصص دي بتبقى ماشيه على حسب جدول المواعيد، فبالتالي لازم اختار مضارع بسيط حتى لو في اي علامه من علامات المستقبل. وبكده حبايبي يبقى انا قدرت افرق بين استخدام كل شكل من الاشكال دي في زمن المستقبل. يبقى لازم اكون عارف امتى بستخدم will، امتى بستخدم going to، امتى بستخدم مضارع مستمر present continuous، وامتى بستخدم البريزنت سمبل اللي هو المضارع البسيط. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس معانا النهارده، ولو عجبك الشرح يلا على طول اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. اوعى تنسى اللي معاه كتاب المعاصر يحل منه، واللي معاه كتاب بيت باي بيت يحل منه، وكمان اللي معاه كتاب جيم يحل منه. الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون حل التدريبات اللي موجوده في الكتب دي. هتتابعنا الحلقة الجاية إن شاء الله وتشوف الحلول اللي أنت حلتها، يا ترى صح ولا غلط؟ ولو صح صح ليه؟ ولو غلط غلط ليه؟ وتعرف الصح طبعًا وتعلم عليه. أشوفكم الحلقة الجاية مع حل تمرينات الكتب دي إن شاء الله. جود باي. السلام عليكم.